اني جلست 6 سنوات وما زالت لدي حين في المحكمه، وانه كل شويه يستأنفوها المحكمه بسبب غياب الخصم. ربما لن تتكرر معاناة هذه السيدة بعد الآن، خاصة بعد موافقة العاهل السعودي الملك عبد الله على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم. النظام الجديد أو الأنظمة الجديدة هي في واقع الأمر ما هي إلا تعديل للأنظمة السابقة بما يتوافق مع نظام القضاء الجديد. تعديل الجديد بالمفهوم الدقيق أنه قد يساهم بسرعة البت في القضايا لأمرين. الأمر الأول أنه يتعلق أصلا بالتخصص أو التخصيص أو المحاكم المتخصصة. الأمر الثاني أنه تم إنشاء دوائر قضائية. القرارات الأخيرة جاءت ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء لتشمل إجراءات كثيرة لتحسين أدائه، ومنها ما يتعلق بقضايا المرأة. هذا النظام جاء ليحل جميع تلك المشاكل، وأهمها توحيد العمل القضائي تحت وزارة العدل وديوان المظالم، وأن تكون هناك محاكم متخصصة، وأن تكون هناك إجراءات أكثر قوة وصرامة في معالجة بعض أساليب وأشكال التلاعب من قبل الخصوم في التقاضي. المحاكم المتخصصة التي نتجت عن هذه القرارات هي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، هذا إضافة إلى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ما يتطلب الكثير من الموارد. التنوع الآن في هذه المحاكم يحتاج إلى وفرة في الموظفين المدربين، هذه أهم جزئية سيحتاجها القضاء. إلا أنه تم تدريب القضاء على بعض الاختصاصات التي نتجت عن إقرار هذه الأنظمة. قامت الوزارة كذلك بتدريب أصحاب الفضيلة القضاة على الاختصاص الجديد وهو الاستئناف والنقض، وعلى الإجراءات التي تترتب على نظام المرافعات في قواعدها العامة، حيث دربت ما يزيد على 4092 قاضيا خلال 2 سنين. كما تختلف جهوزية المحاكم، فبعضها اكتمل والآخر لم يكتمل بعد. المحكمة العليا تعتبر جاهزة الآن بتشكيلها القضائي وتشكيلها الإداري ومكوناتها المادية، بينما محاكم الاستئناف والمحكمة التجارية والأحوال الشخصية والعمالية والجزائية الآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء نصت صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يضع فترة انتقالية لممارسة هذه المحاكم باختصاصها. تأتي هذه القرارات لتكمل مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، وتكون ضمن مسيرة التنمية والتطوير في البلاد التي لا بد أن تشمل هذا القطاع. جمانة خوجة، العربية.